بيكم في مطبخ شاشو. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض جلاش بالطريقه التركيه، بورك، اسمه بورك باللحمه المفرومه. هنعملها مع بعض. اول حاجه طبعا هنعمله، عشان هنعمل لحمه مفرومه فهنعصج اللحمه المفرومه عشان بقى ما ناخدش وقت كتير في الفيديو. انا حاطه هنا معلقتين زيت في الحله، هنعمل العصاج الاول بتاع اللحمه المفرومه. حاطه معلقتين زيت وهنزل عليهم بالبصله، بصلتين انا عندي هنا. صفرت البصله بتاعتي، دبلتها خالص اهو. هنزل كمان باللحمه المفرومه، عندي نص كيلو لحمه مفرومه. هنزل على البصله وهنزل على طول بعد اللحمه، هنزل بملح وفلفل اسود وجوز الطيب وقرفه. دي البهارات اللي انا بحطها على اللحمه المفرومه دايما في اي حاجه. خلاص وهقلبها تقليبه بقى على ما اللحمه تستوي، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. انا عندي هنا اللحمه خلاص دخلت تقريبا على سوا اهي، خلاص يعني قربت تستوي اهي. هحط بقى في الاخر قرن فلفل اخضر وجزر مبشور، خلاص. وده اختياري، لو انت مش عايزه براحتك، بس حتى لو ما عندكيش جزر حطي فلفل. الفلفل بيدي ريحه وطعم للحمه المفرومه حلو جدا. خلاص هقلبهم بقى واسيبهم برده 5 دقايق على النار واقفلها، ويبقى كده اللحمه بتاعتنا خلصت. هنا على ما اللحمه بتاعتنا تبرد شويه، تهدى شويه كده، هنعمل الصوص اللي هنسقي بيه الجلاش او البرك باللحمه المفرومه. عندي هنا كوبايه لبن، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وعندي كمان ديت كوبايه زيت على زبده. لو ما عندكيش زبده ممكن سمنه، بس الزبده بتخلي الجلاش يورق كده، بتخليه احلى يعني. خلاص وعندي بيضتين اهو، وعندي شويه ملح وشويه فلفل اسود، وهنحط كمان معلقه دقيق كبيره اهي. خلاص وهنقلب ده كله في بعضه وهنسيبه بقى على ما اللحمه. انا عندي هنا خلاص عملت هنا، قلبت الصوص ده كله في بعضه ماشي، وجبت ورقه جلاش فردتها هنا على كيسه، او الكيسه اللي هي بتيجي معاها، او سيمي كيسه نصين، او ورقه زبده، او اي حاجه خلاص عشان تشتغل عليها. وهسقي هنا الزبده باللبن بكل حاجه اللي احنا حطيناها والبيض اهي. هحط طبقه حلوه يعني عشان تتشرب منها. حطيت ورقه تانية وهكرر برده نفس الموضوع، حوالي 3 4 ورقات خلاص، وهنكرر كل مره نفس الموضوع. هحط عندي كمان اخر ورقه معايا اهي، رابع ورقه خلاص. يبقى انا حطيت 3، وكل ورقه وبين الثانيه بسقي من الصوص ده اهو 3 ورقات او 4 ورقات حسب السمك اللي انت عايزاها. خلاص اهو، وتسقيها حلو جدا. عندي كمان هنا بقى الصوص اللحمه اهو، اللحمه معانا اهيت خلاص. هحط منها بقى هنا بالطول، لو تسيبيها تبرد شويه كمان احلى، بس انا بصراحه ما عنديش وقت فهشتغل بيها على طول. بس انت لو عايزه تسيبيها تبرد على طول شويه تسيبيها تبرد. خلاص اهو الكميه دي معقوله اهيت خلاص. وهلف بقى كده، هلفها رول اهي. عندي هنا بقى البايركس بتاعي مدهون بزبده او زيت اللي عندك عادي، وهحط هنا خلاص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هكمل بقى الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه خلاص لغايه ما الصينيه بتاعتي تخلص. لو ما عندكيش بايركس من ده ممكن تعملي في صينيه مدوره عادي، وهتحطيها في النص كده تلفيها كانها رول عادي، هتبقى حلوه جدا. واحنا بقى اكتريت الوقت بنشوفها بالطريقه دي خلاص. ما عندكيش بايركس برضو عادي، عندك صينيه اللي هي الالومنيوم عادي برضو خلاص. هكمل انا بقى الكميه كلها عشان ما اطولش الفيديو عليكي، ونشوف هنعمل ايه.
انا عندي هنا بعد ما حشيت الكميه اللي عندي كلها اهيت خلصت عندي اهوت، حطفت واحده فعملتها هنا عشان ما ارميش الجلاش يعني. فانا كده خلصت. هعمل ايه دلوقتي؟ هقطع، هاجي هنا هقسمها نصين او نقسمها على ثلاثة، هتبقى حلوه. فنقسمها على ثلاثة هو خلاص، وهقسم التانية. هي خلاص. والصوص اللي باقي عندي ده كله هقوم ايه ساقيه بيه الجلاش تاني من فوق كده. واحلى حاجة في الوصفة ديت ان هي ممكن نعملها ونسيبها شوية، يعني مثلا من الصبح وبعد كده على الغدا على طول او على العشاء، زي ما انت عايزة تعمليها. يا تنفع كل حاجة تقومي حطها في الفرن خلاص، او لو عندك عزومة ممكن تعمليها من بالليل وتسيبيها في التلاجة، تلفيها بقى بورق استريتش وتلفيها في التلاجة، وساعة وقت ميعاد الغدا تقومي حطها في الفرن، مش هيجرالها اي حاجة خلاص. هسقي انا بقى ده كله وهحط بقى ايه، هحطها في الفرن على في النص في الشبكة وعلى درجة حرارة عالية الأول، وبعد كده نوطي النار خلاص. بعد ما تستوي هتاخد حوالي نص ساعة، وبعد كده نشغل من فوق الفرن الوش بس بتاعنا يحمر خلاص. اهي انا هعملها كده واسيبها كمان نص ساعة تشرب بقى ده كله، وبعد كده ندخلها الفرن. كده بعد ما سبتها نص ساعة هدخلها بقى الفرن اهي. بعد نص ساعة لو انت حابة تسيبها اكتر براحتك، حابة تسيبها نص ساعة بس خلاص ماشي، من عشان انا بس ما عنديش وقت خلاص. ممكن زي ما قلت لك تسيبيها من بالليل، وممكن تسيبيها حوالي ساعة او اتنين اللي يريحك. هدخلها بقى الفرن في الرف الوسطاني زي ما قلنا نص ساعة ان شاء الله، ونشوفها عاملة ازاي. هنا خلصت الجلاش بتاعي، اتمنى ان انت تجربيه وشايفه شكله عامله ازاي. ما خدش سوا معانا في الفرن وطعمه، عايزه اقول لك ان هو طعمه خطير جدا جدا، احلى من الجلاش العادي. جربيه مش هتندم اللي انت جربتيه. اتمنى بقى الفيديو النهارده يكون عجبك، ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب، وشكرا ليكم. سلام عليكم.